اهلا بيكم في حلقه جديده من ريمونتادا. البدايه مع الزمالك والفريق النهارده استكمل استعداداته لمواجهه فريق بروكسي يوم الثلاثاء اللي جاي في دور 32 من كاس مصر على استاد القاهره الدولي. تمرين شهد رجوع مصطفى شلبي للمشاركه مره تانية في التدريبات الجماعيه بعد نهايه برنامجه التاهيلي بعد الاصابه في العضله الضامه. الجهاز الفني حط برنامج بدني للعيبه وتقسم لجزئين، الاول عباره عن تدريبات بدنيه داخل الجيم والجزء الثاني عباره عن تدريبات تاهيليه متنوعه. تمرين برضه شهد مشاركه الثنائي مواليد 2003 احمد محمود وايشو وواصل احمد فتوح وعمرو السيسي وعمر جابر ومصطفى الزناري تدريباتهم التاهيليه. ومن الزمالك نروح للأهلي، وبعثة الفريق وصلت مطار القاهرة النهاردة بعد الرجوع من أبو ظبي بعد تتويج بلقب السوبر المصري. الأهلي كان فاز امبارح الجمعة على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0 ونجح في تحقيق بطولة السوبر. الأهلي حاليا بيستعد لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونادي بيستعد للسفر لتونس في الأيام اللي جاية عشان يواجه الترجي. أكيد المباراة دي هتكون مهمة للأهلي في مشواره في البطولة. تعالوا نشوف آراء جماهير ريمونتادا في حظوظ الأهلي في تحقيق لقب الدوري الأبطال، ونرجع نكمل مرة تانية. المستوى اللي احنا شايفينه اليومين دول هيبقى صعب شويه، غير لو احنا ممكن نكون عدينا ماتش الترجي يوم السبت الجاي دوت، ممكن يكون عندنا فرصه ان احنا نفوز بيه. طبعا ان شاء الله. يعني اعلى سكواد في افريقيا دلوقتي مع سان داونز هو الاهلي، وكمان في نص النهائي يعني الترجي برده مش خصم يعني اللي هو خاف منه، وتاني حاجه هو الجمهور هيلعب بجمهور، ف يعني يا الدنيا ميسره يعني للاهلي ان شاء الله. الاهلي اقوى باذن الله، وباللعيبه الجديده بالروح وبالعزيمه وبروح الفلينه الحمراء. الاهلي اقوى وهو اقرب حاجه للبطوله باذن الله. باذن الله الاهلي كويس وان شاء الله يقدر يعمل حاجه. فريق سان داونز فريق تقيل، والوداد تقيل برضو، الترجي اكيد فريق تقيل، ده رقم واحد يعني نعدي الترجي باذن الله، وان شاء الله الاهلي يكسب البطوله باذن الله. ومن الاهلي لمصر بورسعيدي، والنهارده كان في اكتر من حدث مهم في النادي. البدايه مع اصدار النادي بيان بيعلن فيه اقاله حسام حسن المدير الفني للفريق وابراهيم حسن وتوقيع عقوبه ماليه عليهم هيحددها المجلس في اجتماعه اللي جاي. كلف المجلس ميمي عبد الرازق بتولي قياده الفريق خلال الفتره اللي جايه. اداره النادي اوضحت بان قرار الاقاله جه بسبب التجاوزات غير العاديه من التوام حسام وابراهيم وسببهم لاعضاء المجلس واللعيبه والاداريين. وأكد بيان أن عدد كبير من اللاعبين قدم شكوى ضد التوأم وأعلن رغبتهم في فسخ التعاقد بسبب الإهانات من حسام حسن زي ما جه في البيان. تعالوا نشوف رأي جمهور ريمونتادا في أزمة حسام حسن مع المصري وقرار إقالته، ونرجع نكمل أخبارنا. أنا شايف أن ده كان هيبقى هيحصل أجلنا مع أجلنا. حسام حسن مش هيفضل في مكان، هو بيتعامل بطريقه والاداره عايزه طريقه تانية، بس هو مش هيمشوا مع بعضيهم. كابتن حسام انا بحبه جدا جدا، يعني هو من جيل الناس القديمه وانا بعشقه الصراحه. هو انا عارف ان هو عصبي شويه وعصبيته دايما زايده، وعصبيته دي يعني بتجيبه ورا مع الجمهور ومع اداره ومع كذا حد، بس انا لازم برضك الراجل ده يحترم. الراجل ده ليه تاريخ كبير قوي 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 يعني الصراحه، سواء كان لاعب او مدرب. طبعا كابتن حسام ليه تاريخ كبير وكلنا نتشرف بالاسم ده، بس هو يعني لازم منظرنا يبان احسن من كده ونهدى. هي العصبيه برضو مش هي الحل الدايم في الكوره، محتاج ان احنا يبقى عندنا الروح اهدى من كده. كابتن حسام حسن يعني مدرب كويس وتاريخه في الكره المصريه يعني مش قليل، المفروض ان هو يبقى نموذج كويس او يبقى قدوه حسن للعيبه بدل الشتيمه، سواء كان في اللعيبه او في الاداره. اكيد في حاجه مستخبيه يعني، كابتن حسن تاريخ، حسام حسن تاريخ وعمل كتير للمصري، يعني ازاي ما نتحملوش مع اي مدير فني اي حد مشاكل، يعني المفروض يتحملوه. لسه مع المصري والنادي انهى تعاقده مع النيجيري انتوني اكبوتو بالتراضي. واكد النادي في بيان نشره على فيسبوك ان اللاعب خد كل مستحقاته الماليه المتبقيه عند النادي عشان يمشي بعد ما تم التعاقد معاه في بدايه الموسم من نادي قطر القطري. من الكرة المحلية لكرة العالمية، والنهاردة كان فيه أكتر من ماتش في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي. بداية مع فوز تشيلسي على بورنموث بنتيجة 3-1، وفوز مانشستر سيتي متصدر الدوري على ليدز بنتيجة 2-1.
حقق توتنهام فوزه الثاني على التوالي بعد الانتصار على كريستال بالاس بنتيجة 1-0 بعد فترة من النتائج السلبية. ونفس النتيجة حقق ولفرهامبتون الفوز على أستون فيلا. وآخر ماتش كان بين ليفربول وبرنتفورد ونجمنا المصري محمد صلاح قاد فريقه لفوز بجون عن طريقه في الدقيقة 13 من عمر المباراة. وفي دوري أبطال آسيا بيحرم فريق أوراوا الياباني الهلال السعودي من تحقيق اللقب لموسم الثاني على التوالي بعد ما فاز عليه في دور النهائي بنتيجة 2-1 بمجموع الماتشين. ماتش الذهاب في السعودية بين الفريقين كان خلص بالتعادل 1-1 قبل ما يحسم الفريق الياباني ماتش الإياب لصالحه بنتيجة 1-0 ويحقق لقب البطولة مرة ثالثة في تاريخه. ومن كرة قدم لكرة اليد والزمالك بينجح في الفوز على جي اس كي الكونغولي بنتيجة 46-25 في نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي. وبكده هيلعب الزمالك الأهلي بكرة في قمة قوية في نهائي كأس السوبر الأفريقي. الأهلي كان المفروض يلعب الترجي في نصف نهائي البطولة ولكن الفريق التونسي قرر الانسحاب علشان يتأهل مباشرة للنهائي. وبكده كنت خلصت أخبارنا النهاردة ومكملين بعد الفاصل مع كابتن ميدو.